قررت الشركه المنتجه لفيلم طلق صناعي انها تاجل التصوير للمره الثالثه، وكان من المقرر ان فريق العمل يكمل تصوير الفيلم من ايام. وفيلم طلق صناعي بطوله ماجد الكدواني وحريه فرغلي ومن اخراج خالد دياب، وبتدور احداثه عن زوجين بيروحوا السفاره الامريكيه عشان يحصلوا على تاشيره سفر لامريكا، ولكن ما بيقدروش يحصلوا على التاشيره وبيترفض طلبهم. من ناحية تانية أكدت الشركة المنتجة لفيلم طلق صناعي إن السبب الحقيقي في تأجيل تصوير فيلم طلق صناعي هو شعر الفنان ماجد الكدواني. بدأ الفنان ماجد الكدواني تصوير فيلم طلق صناعي من حوالي شهرين وكان شعره طويل، ولما توقف تصوير فيلم طلق صناعي بدأ الفنان ماجد الكدواني تصوير فيلم الأصليين، وتطلب الدور منه إنه يقص شعره ويكون قصير جدا، وبكده يكون في مشكلة في شعر ماجد الكدواني لو رجع وصور تاني فيلم طلق صناعي دلوقتي. وعشان كده قررت الشركة المنتجة للفيلمين إن هم يخلصوا تصوير فيلم الأصليين الأول وبعد كده يصوروا فيلم طلق صناعي. وأكدت الشركة المنتجة لفيلم الأصليين وفيلم طلق صناعي إن هما بيتراهنوا على نجاح الفيلمين وبيعتبروا من الأفلام القوية، ومتوقع كمان إن هما يحققوا نجاح في دور العرض السينمائي. من ناحية تانية المخرج مروان حامد فاضله أيام قليلة وينتهي من تصوير فيلم الأصليين، وبعدها هيكمل ماجد الكدواني تصوير فيلم طلق صناعي، ومن المتوقع إن هما يستأنفوا التصوير الأسبوع اللي جاي في استوديو مصر اللي اتبنى فيه ديكور كامل للفيلم. آخر أفلام ماجد الكدواني كان فيلم هبتة، واللي قدم من خلاله دور أستاذ جامعة قرر أنه يقدم محاضرته الأخيرة عن مراحل الحب السبع، وقام ببطولة الفيلم عمرو يوسف ياسمين رئيس وأحمد داود ودينا الشربيني، وقام بإخراجه هادي الباجوري. لا عفريتة، أنا ما صدقت لقيتك. عارفة أن أنت بتحبني وأنا بموت فيك. أنا مش عايز أكمل. ممكن بداية الحب الحقيقي تكون نهاية قصة حب ما بين اتنين حبهم كان بيتخنق. عاوزة تعرفي اكتر من ان انا مجنون بيكي. انت مين ها؟ انت مين؟ انا بحبك. ما بتحبش ريحة الدخان؟ ولا انا؟ انا قرفانة من نفسي. وانا كمان. في يوم من الايام انت كنت معاه وسبتيه علشاني. في حاجة بتعمليها غلط. انسي. تخيلوا كام علاقة زواج باظت بسبب الملل والروتين. أنا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليكي. من قبل ما توعد كداب وكدبك بقى مقرف. تلمي نفسك. أسوأ طباع اللي بنحبهم بنشوفها في مرحلة الحقيقة، الجنان بيختفي.